إذا كنت تربي طيورك بالتربية الجماعية، فهذا ما سوف يحصل معك خلال التربية الجماعية. سوف تلاحظ أن الطيور تتعارك وتحصل الكثير من المعارك وكثير من الإصابات بسبب التربية الجماعية. فأي مربي سوف يقوم بالتربية الجماعية سوف يلاحظ كثرة المعارك. مثلا أنثى تحاول الدخول إلى عش أنثى أخرى، أو ذكر يتقاتل مع ذكر آخر بسبب الأنثى، وأسباب كثيرة. وهذا طبعا ما يجعل من التربية الفردية أفضل من التربية الجماعية، لأن التربية الفردية لا يحدث فيها هذه المعارك وتكون تربية هادئة. وهذا ما أنصح به دائما المربين، أن يبدأوا بالتربية الفردية قبل الدخول في التربية الجماعية. نلاحظ المعارك التي تحصل الآن بين الطيور. وطبعا بسبب هذه المعارك يحصل الكثير من الإصابات. طبعا وأنا أتفقد الطيور لاحظ هذه الأنثى مصابة في الرأس وإصابتها جديدة. طبعا هذه الأنثى في المحمية، محمية الإنتاج، وأكثر الإناث لديها بيض وفراخ. وطبعا تحصل هذه المشكلة مع الأنثى مع أنثى أخرى، لأن الأنثى تدخل إلى العش وتقوم باقتحام العش حتى تستولي على العش. وطبعا بعد تفقد العشاش وجدنا العش الذي حصلت فيه المعركة. سوف نعرض لكم العش وماذا حدث فيه من أضرار. هذا هو العش. كما تلاحظون الفراخ ماتت بسبب المعارك وبسبب شراسة الأنثى الأخرى التي دخلت إلى العش. طبعا الأنثى الأخرى دخلت إلى العش حتى تستولي على هذا العش، وجدت فيه فراخ وأنثى، قامت بضرب الأنثى وقتل الفراخ وتكسير البيض. هذه الفراخ. وهذا فرخ آخر. وطبعا حل هذه المشكلة هو عزل الطيور الشرسة، الطيور التي تسبب المشاكل بشكل مستمر في المنطقة، يجب عزلها لوحدها. وهذا فرخ. كما تلاحظون يوجد فرخ يتحرك. هذا الفرخ يتحرك، ما زال على قيد الحياة. ولكن إصابته قوية جدا. سوف نعرض لكم بعض المقاطع من الاشتباكات التي تحصل بين الطيور، بين طيور البادية. كما تلاحظون معارك
عنيفة. جمعت لكم بعض المقاطع، اخترتها من مقاطع طويلة جدا وأضفتها لكم في هذا المقطع. تابعوا معنا المقاطع، وأتمنى أن ينال هذا المقطع إعجابكم.